نستكمل مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذه الجولة. منذ ثورة 30 من يوليو عمدت الدولة على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية وعلى ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز ونبذ الطائفية. وتحل علينا هذه الأيام نسمات عيد القيامة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال برقية تهنئة إلى قداسة البابا طوادروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعين الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم. تصريحات الرئيس السيسي لم تقف عند كونها كلمات تخرج من القلب لا تصل إلى القلب، بل انعكست على أرض الواقع، وذلك في عدد من الشواهد تؤكد على حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة. وعبر الهاتف مشاهدينا الكرام ينضم إلينا القمص سيرجيوس سيرجيوس وكيل عام البطريركية وعضو المجمع المقدس. بداية أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بيكم وأهلا بكل المصريين وكل عام وأنتم بخير كلكم. أهلا بحضرتك. بالتأكيد بعد 30 يونيو الحال غير الحال، وبالتأكيد هذا أفضل للجميع وهذا أفضل للوطن. نريد أن نتحدث عن ما شعرت به من اختلافات. بصي، التلاحم اللي حصل في 30 يونيو بين، مش عايز اقول المسيحيين والمسلمين، لا، بين مصريين كان فوق الخيال. نعم. يعني انا فاكر احفادي كان بينزلوا عند الاتحاديه، يعني كل المشاعر كانت غير عاديه. الحاجه الثانيه، انا مش هنسى الموقف بتاع فخامه الرئيس تحدث ليبيا للمصريين، مش هقول برضه المسيحيين اللي شهدوا في ليبيا. ويوم ما عمل ضرب سلام، ثاني يوم الصبح انا داخل الفدرائيه في مكتبي، لقيت لينا كانوا بيقولوا ده الرئيس جاي. وجينا بالرئيس جاي، وفعلا كانت مشاعر، يعني نفس اليوم اللي حصل فيه رده اطار مصريين وجه قعد معانا، كانت قعده جميله مع قداسه البابا طرفوس، وكنت يعني شرف استقباله. من هذا اليوم فعلا خد الرئيس يؤكد على كلمه المواطن. انا عايز اقول كل المصريين، حتى لما حصلت برضه البطرسيه، كنيسه البطرسيه، وعمل جنازه عسكريه، وانا باخد العزاء منه واقول له انا بعزيك المصريين، قال احمد طبعا. هي نعم. هي ده فعلا الشيء، فعلا نقول في تغيير كامل بمعنى مفهوم المواطنه، بمعنى قبول الاخر، بمعنى المحبه للكل، وده اللي هيخلي مصر هتبقى فعلا، عايز اقول يعني اكبر واحلى ما بلد في العالم ان شاء الله. نعم. وايضا مما لا شك فيه، اتفضل يا فندم، اتفضل. وطول ما في التوافق هو ده مصر. دي مصر بتاع زمان، مصر اللي يمكن عشتها انا في طفولتي لما كنا في ايام عيد القيامه او عيد الضحيه، نروح نتعزم عند اخواتنا المسلمين، هم بيتعزوا عندنا في عيد القيامه النهارده، وناكل مع بعض طبليه واحده. هي دي مصر، وهي مصر دلوقتي ان شاء الله. نعم، باذن الله. وده سر نجاح مصر، خلي بالك. نعم. سر تقدم مصر، وسر العمل الكبير اللي بيعمله فخامه الرئيس في مصر. ان شاء الله كلنا كمصريين، كلنا مش هقول ده اباط ومسلمين ومسلمين، احنا كلنا مصريين وراك يا ريس، ورا فعلا، وان شاء الله تقدم ورخاء بطول ما النيات صافيه والقلوب صافيه والمحبه موجوده في قلوب مصر، تبقى جميله وتبقى حلوه وما نخافش عليها ان شاء الله. نعم، والحمد لله دائما ما كانت القلوب صافيه، ودائما ما هي صافيه بالفعل. ربما الجماعات الارهابيه في وقت من الاوقات حاولت ان تقوم بافعال يعني لا استطيع ان اصفها بتعبير مناسب لكل الافعال التي قامت بها، لكن اللافت للانتباه ان وقت حرق الكنائس، وقت حرق الجوامع، كان الكل يقول للاخر تستطيع ان تصلي عندي، لا مشكله في ذلك. هي، ما انا بقول لك، ده معدن مصر اللي ظهر من بدايه 30/6، هو ده المعدن الاصيل، هو ده المعدن مصر فعلا، واستمرت لغايه النهارده، ومهما يعمل شويه حاجات بسيطه، وان شاء الله
حاولي ده بعيد عن لا نقول لا دين ولا غير دين، لا لا لا، انا اقتل واحد ما عمليش حاجه يبقى ايه معناها يعني؟ لا لا ما تقوليش بقى، لا ما حدش تعبئه الدين خالص نهائي، ده شيء ما يتخيلوش العقل ولا المنطق ولا الانسانيه. مش هقول حتى اللي ما عندهمش اديان ما يقدرش يعمل هذا الكلام ده خالص، ده بعيد عن الكلام ده خالص يا حبيبي. نعم. القمص سيرجيوس سيرجيوس، وكيل عام البطريركية وعضو المجمع المقدس، جزيل الشكر لحضرتك، وكل عام وحضرتك بكل خير، ومصر كلها بألف خير بإذن الله.